يفكر ويفكر ويفكر، هكذا هو عبد الله شقرون المخترع. ضمن آخر اختراعاته استطاع هذا التفكير أن يحول ما هو بيولوجي لما هو ميكانيكي، ليخترع هاتفا موصلا للرائحة، ينضاف إلى 36 اختراعا آخر جعلت منه المغربي العربي والمسلم الوحيد المصنف ضمن لائحة المصممين على المستوى الدولي. آخر اختراع ديالي هو هاتف محمول موصل للرائحة. هذا الهاتف هذا اللي كيقدر انه يوصل الرائحة بواحد الدقة عالية بزاف، باش قدرت انني نخترعه عبر التحليل البيولوجي ديال الانف ديال الانسان، يعني كيفاش كيقدر يحلل الانف ديال الانسان وفرق بين الروائح. فصبت على ان القاعدة الاساسية الا وهي الكثافة هي اللي كتفرق بين الروائح، وبالتالي قدرت أن نحول ونتحكم في تلك الكثافة هذيك حتى لدرجة أنني نقدر أن نرصد الهواتف المحمولة الأخرى بواحد الطريقة تقنية ألا وهي عبر موجة ديال البينر. منذ 84 900 و1000 توقف البحث دوليا عن اختراع محرك من نوع خاص بعد فشل المحاولات منذ 60 900 و1000، ليأتي عبد الله شقرون بتحقيق هذا الاختراع، المحرك الدوار المدور المربع الذي تتعدد استعمالاته مع بعض التعديلات. بهذا الاختراع حير الغرب وأصبح من ضمن طموحاتهم. اللي حصلت البراءة ديال الاختراع ديالو وطنيا وتصنف دوليا في المنظمة الدولية للملكية الفكرية بجنيف. هذا أول اختراع أو أول نقطة في هذا الاختراع هذا. أما التقنية الثانية هذا المحرك أنه كيخدم بالماء ولكن ما كيستهلكوش، وكيعطي واحد القوة كبيرة بزاف، وكيخدم يقدر يخدم الأير كومبريمي، وهادو هما المحركات اللي غادي يخرجوا ان شاء الله رب العالمين من 2020 الفوق، يعني محركات المستقبل. الوزاره الجديده اللي كنتمنوا انها تكون يعني في المستوى ود داعمه للمخترعين. عبد الله شقرون المخترع ينشد إذن تحقيق هذه الاختراعات المتعددة المجالات داخل المغرب رغم العروض المغرية التي يتلقاها دوليا، فهو يرجو التميز ببلده.